محسن قبل ما نتكلم على يعني بالتفصيل على اهم المباريات في الجوله الثانيه من البريمير ليج عايز اعرف متابعتك خلال الجوله الثانيه بعد نهايه الجوله الثانيه يمكن لسه ليفربول هيلعب مع كريستال بالاس الساعه 9 رؤيتك الشامله كده لبدايه للبريمير ليج للسيزون يعني بسم الله الرحمن الرحيم بصراحه البريمير ليج اوفى بعهده وده هو دائما بصراحه بيوفى بعهود مش حتى الجوله الثانيه كمان من الجوله الاولى بصراحه هو من البدايه يعني يعني بيعبر عن نفسه خير تعبير مباريات تقيله جدا ما فيش فرق ما بين صغير وكبير كلها شفنا فولهام عمل ايه مع ليفربول تعادل بشق الانفس مباراه كانت مثيره بقيت المباريات اليونايتد بتغلب على ارضه يعني ما فيش اي ثوابت خالص الدور الانجليزي الصغير زي الكبير حديث العهد لسه زي زي البطل الدنيا ما عندهمش فوارق كبير بصراحه نقدر اقول لك كده بالبلدي لو حاطط البريمير ليج يعني الدوريات الخمسه الكبرى سواء الانجليزي الايطالي الاسباني الالماني الفرنسي لو الدور الانجليزي لوحده في كفه يوزن الاربعه تانيين بل بالعكس يوزن كل دوريات العالم بكل امانه هو يعني انا دايما بشبهه بقول عليه كاس عالم كل سنه بل اقوى من كاس العالم كاس العالم كلنا عارفين لازم حسب مناطق معينه دول معينه لازم تبقى موجوده زي افريقيا زي اسيا لكن في النهايه الدور الانجليزي ده بصراحه خلاصه كره القدم في العالم بكل امانه الدور الانجليزي اوفى بعهده ودائما ابدا يوفي بعهده يعني.